نتكلم على اول موضوع في السي ان اس، وبالاخص هو السنسوري. طيب قبل ما اقول الموضوع الاولاني اسمه ايه، عايزين نتفق على حاجه مهمه جدا مع بعضنا النهارده. السنسوري بالذات او الموتور محتاج فهم عالي جدا، ولازم نربط حاجات من سنه اولى، وليه بعد كده عايزين نحط نقط وعناوين للاجابه بتاعتنا. يعني شغلنا النهارده هيبقى منقسم لجزئين مهمين جدا. هنقول مقدمه الاول لسنه اولى، وهتعرفوا اهميتها بموضوع النهارده هو السينابس. والنقطه الثانيه، طب يا دكتور لو احب اجاوب نظري يا ريت تقول لنا على طريقه البوينتس والنقط اللي مفروض اجاوبها علشان ما توهش، لان الفهم لوحده مش كفايه، لازم تكمله بنقط وبسيستم للاجابه. ايه هي المقدمه اللي هنقولها النهارده؟ هرجعكم للسنه اللي فاتت لايام محاضرات النيرف والمصل ايام دكتوره فاتن. كانت قالت ان النيرف عباره عن ايه؟ عن سيل بادي، والسيل بادي دي تلاقوا بعد كده نازله في زي تيوب طويله او ماسوره طويله خارجه منها اسمها اكسون، كلنا فاكرينها. والاكسون دي في نهايتها كنا بنلاقي حاجه اسمها تيرمينال برانشز، او زي ما بنقول نهايات. والنهايات بتاعه العصب فيها كوره او دايره سموها فيسيكلز، حويصلات. والفيسيكلز دي كان جواها كيميكال ترانس ميتر، كان جواها ماده معينه هي اللي مفروض تنقل الامبلس من النيرف للمصل. وفي سنه اولى كنا بنقول اسمها اسيتايل كولين. ده النهارده هتعرفوا لا، ده مش بس الاسيتايل كولين اللي كان في نهايات النيرف، هنعرف اسامي كتيره هتتقال النهارده. في ترانسميترز تشغل تعمل ستيميوليشن، وفي ترانسميترز تانيه تعمل انهبيشن. لاحظوا ان انا لغايه دلوقتي كلامي كله كلام جنرال، احنا هنيجي نحدده بعد كده. واحد قال لي بس يا دكتور انت نسيت نقطه، ده النيرف مش كده وبس، ده من فوق في حاجه زي شجره اسمها دندرايتس. هتقولوا لي طيب انت قلت مقدمه اول كلمه في النيرف، يا ترى ايه علاقته بكلامنا النهارده؟ ليه علاقة مهمة جدا، لأن احنا النهارده هنيجي نقول ايه؟ هنقول احنا عايزين نعرف اتصال النيرف بالنيرف يتصلوا ببعض فين. فقبل ما اقول الموضوع اللي هو سينابس موضوع النهارده، لازم افكرك النيرف كان بيتركب من ايه؟ مهمة جدا. في نقطة تانية مهمة قوي عايز اقولها في المقدمة النهارده قبل ما ادخل في موضوع سنه ثانيه مهمه قوي لازم نعرفها، موضوع اللوكال بوتنشال. لو سالت اي طالب في سنه اولى يعني ايه لوكال بوتنشال، يقول لي يا دكتور يعني الكهرباء ضعيفه، سب ثريشولد، يعني ما وصلتش لسه للفايرنج ليفل. يعني معنى كلامك ان لو انت عايز الامبلس تنتشر من السيل بادي من فوق وتمشي في الاكسون الطويل ده كله وتوصل لغاية النهايات ونطلع كيميكال ترانسميتر، لازم امبلس كافية. وكلنا عارفين في سنة اولى كان اسمها ثريشولد ستيمولاي. لا ده انا بتكلم النهاردة على امبلس في شدة ضعيفة قوي، ضعيفة الشدة، اسمها سب ثريشولد ستيمولاي. سب ثريشولد لا يمكن تنتشر في الاكسون، بتبقى محتاجه
ستيمولس تاني يتضاف عليها، يتجمع في شدته عليها. علشان كده في كلمة جميلة اتقالت، summation. summation اجمع two stimuli، اجمعهم على بعض علشان نوصل للفايرنج ليفل. يبقى الموضوع ده هو اللوكال بوتنشال، قلنا cannot be propagated، وعلشان ينتشر محتاج يعمل ايه؟ summation. فاكرين الكلام ده؟ انا شغلي كله النهارده مبني على فكره local potential. يبقى دي القاعده الثانيه. انا عايز الناس اللي بتسمعنا النهارده معاها ورقه وقلم، وقبل ما تدخل على sensory لازم تكتب الرولز. رول نمبر 1 شكل النيرف ايه؟ تعالوا نفتكر. الرول نمبر 2 مهمه قوي، ايه هو اللوكال بوتنشال؟ رول نمبر 3 مهمه قوي، احنا في سنه اولى قلنا الدي بولاريزيشن. يعني ايه دي بولاريزيشن يا دكتور؟ يعني الممبرين عليه بره نيجاتيف تشارجز وجوه بوزيتيف تشارجز. الشكل ده سببه ايه؟ دخول صوديوم. كلنا فاكرين ان الصوديوم كان تركيزه بره الممبرين ككونسنتريشن اعلى من جوه الممبرين، فكان بيدخل بال كونسنتريشن جريدينت، بيزيد جوه ويقل على الممبرين بره. فكاني بقول لك عمل ايه؟ غير البولاريزيشن او فرق الجهد على الممبرين. كان سببه دخول صوديوم، ده اللي كنا عارفينه في سنه اولى. لا، ده النهارده في معلومه جديده، ان كمان بيعمل الكالسيوم زي الصوديوم. بمعنى ايه؟ الكالسيوم كونسنتريشن اوتسايد ذا ميمبرين بيكون عالي، فبيدخل بفرق التركيز بتاعه، يزيد جوه ويقل بره. يعني انا لو اجي اقول لك النهارده الدي بولاريزيشن سببها ايه؟ تقول لي صوديوم وكالسيوم. لغايه دلوقتي الكلام كله كلام جنرال هنحدده النهارده. طب طالب قال لي زي ما قلت دي بولاريزيشن، طب قول لي يا دكتور هايبر بولاريزيشن. ما دي كلمه اتقالت زمان. هايبر معناها ايه؟ معناها الممبرين عليه بوزيتيف تشارجز كتيره جدا، اكتر من العادي. كلنا عارفين ان اي ممبرين في الدنيا يحصل له اكشن بوتنشال، يعني دي بولاريزيشن فولود باي ري بولاريزيشن. طب هايبر من اسمها يعني ايه؟ زودت البوزيتيف تشارجز بزياده بره. الكلام اللي اتقال في سنه اولى قالوا اصل البوتاسيوم كونسنتريشن انسايد اكتر من تركيزه اوتسايد، فبيطلع برضه بالكونسنتريشن جريدينت وعمال يزيد بره. هو اللي عمل الحكايه دي، وكلنا عارفين كده زمان في سنه اولى. ايه الجديد النهارده يا دكتور؟ يا جماعه هسال سؤال، مش عايز حفظ. لو انت عايز تعمل هايبر بولاريزيشن يعني تزود البوتنشال ديفرنس او الفرق بين جوه وبره، عندك احتمالين. تقول لي اه طبعا. الاحتمال الاول اخرج بوزيتيف تشارجز بزياده بره. الاحتمال الثاني ادخل نيجاتيف تشارجز جوه زياده. لما تزود النيجاتيف جوه انت زودت الفرق بين بره وجوه. فهمتوا قصدي ايه؟ فواحد قال لي وازاي نزود النيجاتيف تشارجز جوه؟ قلت له ندخل كلورايد سي ال نيجاتيف.
كلنا عارفينها من ايام زمان، اهو الكلورايد ده عامل زي الصوديوم، مع فارق انه عليه نيجاتيف تشارجز، فيدخل الكلورايد من بره لجوه بالكونسنتريشن جريدينت، وبالتالي يزود النيجاتيف تشارجز جوه فيعمل هايبر بولاريزيشن. دول اهم ثلاث نقاط لازم اقولهم كمقدمة، واعذروني انا ما طولتش في الانترودكشن. احنا من غير المقدمة دي صعب جدا ندخل على اول موضوع النهاردة بتاعنا. طيب بعد ما عرفنا الثلاثة رولز اللي احنا قلناهم النهاردة وكتبتوهم معايا، نقول اول موضوع النهاردة اسمه سينابسز. نكتب مع بعض العناوين اللي احنا عايزين نقولها، ومع كل عنوان معاه شرح كلام مهم عايزين نركز فيه. عمر ما بيجي في امتحان النظري يقول لك جيف اكاونت اون سينابس، ما فيش حاجة اسمها كده، لكن هيجي جزء معين من السينابس نظري هنقوله النهاردة. سينابس، اول نقطة ديفينيشن. على فكرة كلمة سن S-Y-N دي كلمة لاتيني معناها جونكشن، معناها اتصال. يبقى نكتب مع بعض جونكشن بتوين نيرف اند نيرف. وهنا بقى تعالوا نقف سنة. طالب قال لي على فكرة يا دكتور مش شرط نيرف ونيرف، ما في نيرف ومصل. في سنة أولى أخدناها نيورو ماسكولر ترانسميشن، كلنا عارفينها، لكن السنة دي في سنة تانية كلامي كله عن السي ان اس. ربنا عمل في البرين بلايين النيورونز، كل نيورون او كل عصب متصل بالتاني، وهنعرف يعني ايه متصل دلوقتي. يبقى كلامي جانكشن بتوين نيرف ونيرف. وقبل ما اكمل كلامي احنا اتفقنا عايزين نفهم اللي ما وراء الكلام. يا ترى الجانكشن ده فادني في ايه؟ يا ترى ستيمولاتوري يشغل النيرف التاني اللي هو متصل بيه، ولا انهيبيتوري يوقف شغله؟ ولو عمل كده عمله ازاي وعمله ليه؟ في الفسيولوجي دايما نحب نسأل سؤالين، عملت الكلام ده ازاي؟ طب وايه الهدف من ان انت عملته؟ هنوصل لكل الاجابات على الاسئلة دي النهاردة. يبقى اول حاجة ديفينيشن. تاني كلمة انا عايز اتكلم على هيستولوجي، والهيستولوجي ده مهم قوي. ايه يا دكتور الهيستولوجي؟ كلنا عارفين ان النيرف بينتهي بترمينال برانشز، قلناها في المقدمة، والترمينال برانشز دي في نهايتها في قلنا كورة او فيسيكلز، وبنقول على فكرة الفيسيكل دي يا جماعة موجودة جوه دايرة اكبر اسمها سينابتك نوب. كلنا فاكرين كلمة نوب من النيرف في سنة أولى. النوب ده عبارة عن دايرة جواها الفيسيكلز. هتقولي طب وانا استفدت ايه يا دكتور من حتة نوب دي؟ مش فاهم. هقولك خلي بالك، النوب ده عددهم تقريبا من 10,000 الى 100,000 نوب. معقولة؟ معقولة. يعني النيرف الواحد بيتقسم لبرانشز وفروع كتيرة، والفروع دي بتتقسم هي كمان 10,000 او 100,000 نوب. تخيلوا 10,000 او 100,000. طب يعني ايه؟ علشان يعملوا جانكشن على نيرف واحد. معقولة؟ يعني 10,000 او 100,000 يعملوا جانكشن او يتصلوا بنيرف واحد. هنا بقى قلنا جملة جميلة في الكتاب، قلنا العشر تلاف نوب دول لسه ما اتصلوش، ما قبل الاتصال قالوا تعالوا نسميهم اسم جميل، بري
synaptic neuron. دخلنا في سنة تانية والكلام الجميل اللي مكتوب تري يعني ما قبل السينابس. طب يا دكتور واللي بعد السينابس؟ هسميه post synaptic neuron. فطالب قال لي يا دكتور المسميات تفكرني بpre ganglionic وpost ganglionic. قلت له أيوة المسميات قريبة والفكرة واحدة. فهمتوا الفكرة أنا ليه قلت هيستولوجي؟ تعالوا نقول بقى جملة تانية جميلة جدا. احنا لسه قايلين ان الفيسيكلز دي جواها كيميكال ترانسميتر. الكيميكال ترانسميتر يا جماعة علشان يطلع ويشتغل ده محتاج ATP، ده محتاج أكسجين. احنا في سنة أولى بيني وبينكم يعني كروتناكم شوية، ما قلناهاش بتفاصيل، كنا دايما بنقول استايل كولين ريليز فروم ذا فيسيكلز. فاكرين؟ لا، ده هنا عايز اقول لك عشان يطلع ده محتاج اي تي بي. واحد قال لي طب وايه علاقة الهيستولوجي بالموضوع؟ قلت له ما هو الاي تي بي علشان يطلع محتاج ميتوكوندريا. علشان كده مش مصادفة ان ربنا يعمل ميتوكوندريا جوه الفيسكلز، مصنع الاي تي بي. لا ده في نقطة تانية جميلة جدا، ان الكيميكال ترانسميتر محتاج لأكسجين. فربنا عمل ايه؟ خلى جوه الفيسكلز اوكسيديتيف انزيمز، انزيمز معينة تديلك الاكسجين اللي انت محتاجه. ربنا بيوفر كل الظروف لشغلك يا ترانسميتر. شفتوا الهيستولوجي هنا في منتهى الجمال، هنا في ميتوكوندريا، ايوه هنا كمان في اوكسيديتيف انزيم. قبل ما اجي اتكلم على نقطة اخرى من ضمن النقط اللي هنسمعها مع بعض، فواحد قال لي انا عايز اسألك سؤال مهم جدا، هو يا دكتور ايه اهمية ان انا اعرف ان في اي تي بي وان في اكسجين؟ قلت له ببساطة تخيل لو الاكسجين قل دلوقتي، قل في البرين، انا بتكلم على نيورونز جوه البرين، لو الاكسجين قل هيحصل ايه؟ هتقول لي مفيش ترانسميشن اساس. قلت لك ايوه، معنى كده ان انت هتفقد وعيك، وده اللي انا عايز اقوله. عشان كده في جملة جميلة تعالوا نكتبها مع بعض دلوقتي، وهنحتاجها المرة اللي جاية في تكملة الموضوع، ان الهايبوكسيا نقص الاكسجين اللي اخدناها في سنة اولى يعمل ايه؟ يقلل السينابتك ترانسميشن and lose your consciousness، هتفقد وعيك. البرين لا يتحمل يا جماعة نقص الأكسجين وقت طويل، ما يتحملهاش نقص الأكسجين ثواني. علشان كده يقول لك ايه ده الأكسجين قل في البرين كارثة، جاله شلل، حصل له مشاكل، مات. موضوع خطير وآثار خطيرة. احنا بنقول النهاردة كلام في منتهى الأهمية. لغاية دلوقتي انا قلت كام عنوان علشان الناس ما تتوهش، definition، التانية histology، التالتة جميلة قوي functional anatomy. ايه بقى الفانكشنال anatomy؟ انا في بداية كلامي خالص في موضوعنا قلت احنا عايزين نعرف النيرف يتصل بالنيرف التاني ازاي. قلت لكم ان في اكسون ودندرايت وتيرمينال برانشز. عندنا يا جماعة تلات طرق من اتصال النيرف بالنيرف، تلات انواع من السينابسز. يقول لك ايه؟ يا ان اكسون باكسون، اكسون بتاع النيرف الاول بالتاني. طب نسميها ازاي؟ اسم جميل قوي، اكزو اكزونيك، اكزو اكزونيك سينابس، او الاكسون بتاع نيرف بالدندرايتس
بتاع التاني اكسو دين ديريتك او اكسون بتاع نيرف بالسيل بادي بتاع التاني. ما هو السيل بادي كلمة باللاتيني معناها اكسو سوماتيك. يبقى انا عندي تلات انواع، ولو طالب قوي الملاحظة يقول لك البداية واحدة، اكسون اكسو دندريتك اكسو سوماتيك اكسو اكزونيك. احنا مش جايين نتكلم على اناتومي، الاناتومي هم بيقولوا الكلام ده، احنا جايين نقول فانكشن وفيسيولوجي. يا ترى مين فيهم the most excitable؟ يعني ايه؟ انهي وصلة من التلاتة توصلك للفايرنج ليفل اسرع؟ على فكرة اكزو اكزونيك، لازم نكتب الكلمة دي اكسو اكزونيك. It is the most excitable synapse. ويا ريت نكتب مع بعض MCQ الجملة دي. MCQ انا عايزك وانت بتذاكر فيسيولوجي في اول السنة، بالرغم ان هو حاجة لسه بدري عليها، تبقى انت محدد من كل موضوع ده عبارة عن ايه. الجملة دي MCQ مهمة قوي. طب يا دكتور سيبك من انها MCQ مهمة، هو ليه دي most excitable وليه بتوصلني للفايرنج ليفل اسرع؟ الاجابة ان الاكزو اكزونيك has the most abundant، abundant يعني متوفر فيها صوديوم channels كتيرة. يعني ايه ما فهمتش؟ تعالوا اقول لكم على حاجة. وانت بترسم السيل بادي بترسمها عاملة زي السامبوكسة، نازل منها الاكسون. اتصال السيل بادي بالاكسون في منطقة ضيقة مخنوقة اسمها اكسون هيلوك. اكسون هيلوك دي فيها صوديوم شانلز كتيرة. طب والصوديوم شانلز ايه؟ مدام كتيرة يبقى تعمل دي بولاريزيشن اسرع، توصلني للفايرنج ليفل اسرع. هو ده اللي انا عايز اقوله. يبقى اكتر مكان اكسايتابل اكزو اكزونيك، ودي نقطة مهمة قوي. طالب قال لي طب ما فيش سبب تاني؟ قلت له فيه، الاكسو اكزونيك الفايرنج ليفل بتاعها ماينس 59 ميلي فولت، ماينس 59. انتوا متخيلين؟ مقارنة بالاكسودندريتك او اكزو سوماتيك بقية الانواع الفايرنج ليفل بتاعها نيجاتيف 55 ملي فولت. فواحد قال لي طب وايه يعني 55 و59؟ قلت له بص على الرقم، ماينس 59 بتكون اقل من نيجاتيف 55، يعني تقدر توصل لها اسرع. تقدر مادام توصل لها اسرع هتعمل اكشن بوتنشال اسرع. شفتوا الفكرة؟ الموضوع ما فيهوش حفظ، ولازم تبقى انت محدد. لغاية دلوقتي قلنا ثلاث عناوين، ديفينيشن هيستولوجي، والثالثة فانكشنال اناتومي، او في ناس يقول لك طب انواع السينابس، بس انا افضل اقول فانكشنال اناتومي. نيجي نقول النقطة الرابعة، سواء يا دكتور كانوا اكسو اكزونيك او دندريتك او ايا كان النوع، يا ترى الاتصال بينهم كيميكال ولا الكتريكال؟ فواحد قال لي مش فاهم يعني ايه كيميكال ولا الكتريكال. قلت له انا هسألك سؤال من سنة اولى وانت اللي هتجاوب، معظم نقل الامبلس من نيرف لمصل كان ايه؟ قال لي عن طريق الاسيتايل كولين. قلت له الاسيتايل كولين ده ايه؟ قال لي كيميكال. قلت له صح. نفس الكلام في السي ان اس. يا جماعه معظم الترانسميشن كيميكال سينابس. كيميكال معناها خروج كيميكال ترانسميتر من نهايات النيرف علشان تشغل او توقف نيرف تاني. بس هنا بقى عشان اقول المعظم
كيميكال؟ فواحد قال لي طب وإلكتريكال دي يعني إيه؟ قلت له إلكتريكال زي ما تجيب سلكين كهرباء وتقربهم من بعض. هل يعني سلكين كهرباء يكون ما بينهم زي إيه؟ جاب جونكشن. هل معقولة عندنا الجونكشن اللي جوه البرين جاب جونكشنز؟ عارفين جاب زي ايه؟ زي كباري ما بين الاعصاب وبعض، ينقل الامبلس من نيرف الاول للتاني عن طريق بريدج، عن طريق كوبري. فتقول لي لا يا دكتور، ده الجاب جونكشنز دي نادره جدا في السي ان اس، ولو انت مذاكر هيستولوجي سنه تانيه دكاتره الهيستولوجي هيقولوا لكم عليها. يقول لك الجونكشن اللي في السي ان اس تايت جونكشن، ما فيش حاجة اسمها جاب، دي جونكشن نادرة شوية. عشان كده معظم الترانسميشن كيميكال، ودي تبقى تاني جملة ام سي كيو النهاردة، علشان لو في امتحان اسسمنت قريب او حاجة تبقى الناس فاهمة احنا بنقول ايه. طيب لغاية دلوقتي قلنا اربع عناوين، ما انتوا هتعدوا معايا. طب النقطة الخامسة ايه؟ النقطة الخامسة هي تكملة للكيميكال سينابس. ازاي هيحصل كيميكال ترانسميشن؟ ودي تفكرني بسنة أولى، ويا ريت تكتبوها بقى معايا ضمن المقدمة اللي احنا قلنا زمان ثلاث حاجات في المقدمة انتوا كاتبينهم، اكتبوا دي وضيفوها معاكم. أول حاجة كان بيجي أكشن بوتنشال للنيرف، كان بيعمل ايه؟ يفتح الكالسيوم شانلز اللي موجودة على السيرفيس اوف ذا نيرف، فيدخل كالسيوم. كلام سنة أولى عادي اهو. الكالسيوم اللي دخل يمسك فيه الفيسيكلز، تمام؟ هنا بقى الجديد النهارده اللي انا عايز اقوله، طالب سنة تانية لازم ياخد جديد ويتميز عن طالب سنة أولى. في بروتين موجود على الفيسيكل، البروتين ده اسمه ساينابسين، ده حتى اسمه فتحه، يعني البروتين اللي مسؤول عن الساينابس، عن نقل الكيميكال ترانسميتر للنيرف اللي تحتي. كلام جميل. اول ما يوصل البروتين ده يمسك في الكالسيوم هيحرك الفيسيكلز الى السينابتيك كليفت. كلمة كليفت المقصود بيها ايه؟ الشق. اي نيرف في نهايته بيبقى فيه حاجة عاملة زي الشق كده. لو رسمنا النيرف هتلاقوا النيرف من تحت مرسوم عامل زي الفستونات بتاعة الستارة، وتلاقي ان في الشقوق دي هيخرج الكيميكال ترانسميتر. لغاية دلوقتي انا ما قلتش حاجة جديدة غير فكرة ساينابسين. تعالوا بقى نشوف الجديد. الكيميكال ترانسميتر يا جماعة احنا قلنا يبقى يا اكسايتاتوري او انهيبيتوري للنيرف اللي تحته. اكسايتاتوري اسيتايل كولين سنة اولى، النهارده هنقول جلوتاميت. ده في ترانسميتر تاني اسمه جلوتاميت، ودي ماده جديده، يعني مش شرط اسيتايل كولين. طب الانهيبيتوري ترانسميتر ايه يا دكتور؟ اتنين بيبتدوا بحرف الجي، واحد اسمه جلايسين والتاني اسمه جابا. جلايسين خدتوه في البايو، وبرضه الجابة. الجابة ده اختصار جاما امينو بيوتيريك اسيد. فطالب قال لي انا عايز اسالك سؤال، اكسايتاتوري طلع او انهيبيتوري طلع، هل يا ترى يا دكتور النيرف الواحد في نوعين من الترانسميترز، نوع يزود ونوع يقلل؟ قلت له لا، ودي قاعده انا عايزكم تكتبوها رول ذهبيه النهارده، ان ايتش نيورون ريليز
one type of transmitter. ده كل نيرف بيطلع نوع واحد من الترانسميتر either excitatory or inhibitory. ما ينفعش اطلع الاثنين، لان انا لو طلعت الاثنين انا بلغي شغلي. يا ترى هزود ولا هقلل؟ خلي بالكم من النقطه دي، مهمه جدا. طيب قلتوا لي طب لو خرج اكسايتاتوري هيروح لمين؟ هيروح للنيرف اللي تحتي اللي اتفقنا كان اسمه ايه؟ بوست سينابتيك ميمبرين. يروح يعمل له ايه؟ اكسايتيشن، يشغله. علشان كده بقى تعالوا نقول العنوان اللي بعده. في عنوان جميل قوي، بوست سينابتيك بوتنشال. انا عايزك وانت بتسمعني الكلام يبقى في دماغك متسلسل. الاول عرفنا السينابس، النقطه الثانيه اتكلمنا على الهيستولوجي، الثالثه فانكشنال اناتومي، الرابعه انواع السينابس يا ترى الكتريك ولا كيميكال، احنا مين فيهم؟ النقطه الخامسه شرحنا الكيميكال ترانسميشن ازاي بيحصل، ده زي سنه اولى. النقطه السادسه تعالوا نتكلم على التغيرات اللي هتحصل في البوست سينابتيك ميمبرين سواء اكسايتيشن او انهيبيشن. تعالوا نبتدي بالنقطه الاولى، اكسايتاتوري بوست سينابتيك انهيبيشن. وقبل ما اقول ده عنوان رئيسي عشان الناس ما تتوهش دلوقتي، العنوان ده هنجاوب ايه؟ خلي بالك هم اربع نقط، فاللي بيسمعنا يجيب ورقه وقلم ويكتب اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. ده حتى الاسم ما فيهوش حفظ، انت قلت حصل اكسايتيشن فين فغير البوتنشال ديفرنس. طب سؤال بقى مهم جدا، اول حاجه ديفينيشن، هو دي بولارايزيشن. لو قلت دي بولارايزيشن وسكت اجابتك غلط. طب ليه يا دكتور اجابتي غلط؟ لان يا جماعه هنا الكهرباء ضعيفه صب ثريشولد، فما دام ضعيفه يعني لوكال بوتنشال. انا قلت المقدمه ليه؟ علشان ابني عليها كلام النهارده، يبقى لازم تقول لي كلمه قبل دي بولارايزيشن، لوكالايزد دي بولارايزيشن. انا ما حبيتش اقول الكلمه كامله من الاول، لان انا وانا طالب انا عارف الطلبه بتفكر ازاي، هو لو قلت له الكلام من الاول مش هيحس بيه، لازم تسيب له حته وتنبهه لوكالايزد دي بولارايزيشن. دي مهمة قوي. في طالب قال لي قبل ما تكمل البوينتس بتاعتك الأربعة يا دكتور، أنا عايز أسألك سؤال، هو ليه ربنا مخلي الكهرباء أساسا ضعيفة؟ ما كان يوصلنا للأكشن بوتنشال على طول. هقول لك البرين بتاعنا بيعمل كنترول للجسم كله، تخيل لو كل حاجة بيطلعها أكشن بوتنشال ثريشولد ستيمولاي. الكهرباء دي يا جماعة فيها آينز، فيها إلكترونز بتخليه يستهلك طاقة أكبر، وده إحنا مش عايزينه. إحنا عايزين إيه؟ نحطك في مرحلة تجهيزية، أديك حد أدنى أو كهرباء قليلة، عايز تعمل الأكشن بتاعك هزقك زقة، هديلك استيميولاي يعمل صميشن على الأولاني علشان اشوفك واشوف غيرك. البرين ذكي جدا، مش معقوله هيستهلك كل الانرجي بتاعته. الفكره مش ان انا ابعت لك ثريشولد ستيمولس من الاول، طب ما انا لازم اتحكم في الجسم كله. اقتنعتوا بدي؟ لان انا طول الوقت هقول ايه؟ لوكال بوتنشال. وعلى فكره السنسوري كله عباره عن لوكال بوتنشال، يعني احنا لما نيجي نتكلم على الريسبتورز المستقبلات، بتحس مثلا بسخونه، بتحس بقطنه بتلمس ايديك، اي احساس، اقول لك ريسبتور بوتنشال، ده كلام تاني خالص. هقول لك على فكره
الريسبتورز كلها لوكال بوتنشال. يبقى قاعده النهارده عامه، كهربه البرين معظمها لوكال بوتنشال، علشان ما تجوش تسالوني بعد كده طب دي لوكال ولا كومبليت ولا ايه؟ لا يا جماعه ده ايه؟ لوكال بوتنشال. تعالوا بقى للنقطه الثانيه الجميله، يا ترى يا دكتور الكوز بتاعها ايه؟ اقول لك، قلتها في المقدمه، ما دام اكسايتاتوري يبقى نفتح انهي تشانلز؟ صوديوم تشانلز. طب ونقفل مين؟ بوتاسيوم تشانلز. دايما في اجابتك تحدد لي اوبننج لايه وكلوجر لايه. يبقى دي النقطه الثانيه اللي هي الكوز. النقطه الثالثه الجميله اللي هي التايمينج، وتعالوا بقى نفكر. على فكره قبل ما اقول النقطه الثالثه، عايزكم تكتبوا كده كلمه على جنب في الهامش، النقطه الثالثه والرابعه متصلين ببعض. يعني ايه؟ هقول لك الاكسايتاتوري ده يبتدي بعد نص ملي سكند من الستيمولس، يعني يحصل اكسايتيشن على البوست سينابتيك ميمبرين بعد قد ايه؟ هاف ملي سكند، ويوصل الى البيك او قمته بعد 1.5 ملي سكند، وينتهي اند بعد 2 إلى 5 ملي سكند. اعيدها تاني، يبقى بدأ الاكسايتيشن بعد هاف ملي سكند، وصل الى القمة بعد 1.5 ملي سكند، انتهى عند 2 إلى 5 ملي سكند. طالب قال لي يا دكتور ونحفظ الكلام ده ولا مجرد معلومة؟ قلت له الكلام ده مهم جدا جدا، وبالاخص لازم تعرف هو انتهى بعد قد ايه. ففي واحد من سنتين كنا بنقول الكلام ده في سيكشن، فاستغرب وقال لي وايه الاهميه؟ انا استفدت ايه؟ يعني انت عايز تطلع بايه؟ ما هو كل حته في السنسوري النهارده هنقولها ونقولها فيما بعد، السؤال اللي لازم يطرح نفسه هو انا استفدت ايه؟ قلت له استفدت اني لازم التايم او الوقت بتوين تو ستيمولاي علشان يحصل اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال لازم يكون اقل من 2 ملي سكند. فقال لي انا ما فهمتش يعني ايه الوقت بين 2 ستيمولاي يبقى 2 ملي سكند. قلت له هسهلها لك، انت عايز دلوقتي يحصل اكسايتيشن، قبل ما يحصل اكسايتيشن تاني لازم ما يعديش 2 ملي سكند. بمعنى احنا متفقين كلنا ان الكهرباء بتاعتنا ايه؟ لوكال بوتنشال، كهرباء ضعيفه محتاجه كذا ستيمولاي يتجمعوا على بعض عشان اوصل الى فايرنج ليفل. متفقين معايا؟ عشان اجمع الستيمولاي دول على بعض واوصل للفايرنج ليفل محتاج اجمع اكبر عدد ممكن من الاستيمولاي قبل ما اوصل للمده دي. فهمت قصدي؟ لاني لو انا اديت بعدها مفيش استجابه، خلاص الموضوع انتهى. يعني انت ليك ايه؟ زي اقول لك تايم فاكتور، ليك مده معينه لدخول الامتحان، في وقت معين لازم تذاكر قبلها، تزود عدد ساعات شغلك، لان انت لو ذاكرت بعدها مفيش اي اهميه ولا اي نتيجه هتحصل عليها. نفس الكلام ستيمولس عارفه انها كهرباء ضعيفه، قالت انا لوحدي مش نافعه، ده لازم يبقى معايا التاني، لا التالت الرابع، يلا نتجمع على قد ما نقدر قبل ما مدتنا تخلص، قبل ما السميشن ما يكونش ليه اهميه. تعال اقول لك حاجه، خدت بالكم من شيء؟ الوقت لازم يكون ايه بين الستيمولاي والتاني عشان ابتدي اكسايتاتوري جديد؟ لازم يبقى 2 ملي سكند. مع العلم بحاجه، ان انت بتقول حاجه جميله جدا، ان الملي سكند ده الثانيه تساوي 1000
ملي ثانية. هقولها تاني، ال 1 second يساوي 1000 ملي second. طب أنا دلوقتي قلت أنا قدامي قد إيه؟ 2 ملي second. طيب أحصل على كام ستيمولاي على قبل ما أوصل لل 1000؟ واحد قال لي إيه يا دكتور، يا رجعتنا لأيام إعدادي وابتدائي زمان. قلت له ببساطة شديدة جدا، أنت دلوقتي لو جينا قلنا إيه؟ عندك طريق عايز تزرع فيه أشجار كيلو، بقول لك إيه؟ كل 2 متر ازرع شجرة، كل 2 متر. يا ترى في ال 1000 متر تزرع قد إيه؟ قلت لي طبعا 1000 على 2 500. طب ما هو ده اللي أنا عايزه. عايز أقول لك إن أنت في ال 1000 ملي ثانية، كل 2 ملي ثانية تعمل إيه؟ تعمل 1 excitatory post synaptic potential stimuli كل 2. طب في ال 1000 توصل لكام؟ قال لي خلاص يبقى لازم أوصل إلى، برافو، 500. هو ده اللي أنا عايزه، أنا عايز 500 stimuli أحصل عليهم. يعني شوف summation ل 500. هتقول لي يا دكتور يعني هو كان لازم تقولها كده، ما كنت تقول 500 ستيمولاي وخلاص. لا، انا لازم احسسك بقيمه ان انت عرفت الارقام. ايه الفايده انك عرفت بدايه الاكسايتيشن امتى والبيك او القمه امتى والنهايه امتى؟ النهايه دي معناها ايه؟ معناها ان الوقت اللي انا محتاجه ما بين ستيمولاي والتاني يبقى 2 ايه؟ ملي سكند. طب ما الثانية فيها 1000 ملي سكند، يعني أنا أدي لك في الثانية كام ستيمولاي عشان تعمل لي عدد اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. طالب قال لي طب أنا عايز أسأل سؤال، كلنا عارفين السميشن من أولى وإحنا لسه قايلها، هل في حاجة جديدة في السميشن؟ ما دي النقطة الرابعة، عشان كده أنا قلت لك التالتة متصلة بالرابعة. ليه؟ لو أنت قلت لي الوقت بتاع الاكسايتاتوري انا من خلاله قلت لك عدد الاستيمولاي انا محتاجه عشان يتجمعوا على بعض، يبقى قلت سميشن. تيجوا نقول السميشن نوعين، نوع بيقول لك انا لي علاقه بالمكان، ونوع تاني يقول لك انا لي علاقه بالزمان. بمعنى ايه؟ الكتاب قايل سميشن نوعين، نوع اسمه تيمبورال summation. temporal دي كلمة لاتيني معناها time، وقت. ونوع تاني اسمه spatial summation. spatial جاية من كلمة فراغ أو space. قبل ما نقول كلام كبير هقول لك كلمة بسيطة قوي، انسى ان انت طالب في سنة تانية دقيقة. لو انا قلت لك جبت نيرف واحد واديت له stimuli كتيرة ورا بعضها بس على، وارسموا لي فوق البرين، يعني انتوا هترسموا تلات اماكن، البلادر تحت وفوقيه ارسم لي السكرال وفوقيهم خالص طبعا هو البرين. فالكورتكس قال لك انا هساعدك، انا فولنتري بارادتي انا هبعت لك سيجنال، السيجنال دي تو بي سميتد على السيجنال الضعيفة اللي جاية لك. يبقى كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مكانين اشتغلوا في وقت واحد اللي هو البلادر والبرين او الكورتكس قشرة المخ، اشتغلوا الاتنين مع بعض ليه؟ علشان يزودوا البلفيك نيرف يوصلوه للفايرنج ليفل عشان يحصل اكشن بوتنشال. طالب قال لي طب وايه يعني ان انا امشي كهرباء اكتر في الايفرنت في البلفيك نيرف؟ قلت له ما هو البلفيك نيرف لما يشتغل هيعمل كونتراكشن للبلادر يوريناري بلادر، يعصرها وريلاكس، يفتح الانترنال سفنكتر، هيفتح المحبس فينزل اليورين. شفتوا الفكره ازاي؟ تو سبيسز او تو places work together. هو ده
المبدأ بتاع الموضوع. يعني كل الناس اللي في الشارع عايشة بالفسيولوجي ده، كلنا عايشين بيه من غير ما نحس. يعني انت دلوقتي رايح اي مكان تحاليل ومش حاسس انك عايز تعمل ميكتوريشن، وعملت وانت خارج من المعمل قول الله يا سبيشال فورميشن. طبعا انا بهزر، لان انا عايزك تحب الموضوع تحس بيه. ولو انت دلوقتي رايح الصبح الكليه والبلادر مش مليانه قوي وشربت كنز على عصاير على كذا حاجه، تحس ان الموضوع ده ايه تايم فورميشن. ما هو في النهايه هتعمل ميكتوريشن، ولكن انا عايز الفكره تبقى في دماغي واكون انا عارف انا هعمل ايه. فهمتوا المبدأ ليه انا بقول سميشن يا تمبورال يا اما سبيشال سميشن؟ يبقى كده انا قلت كام نقطة؟ اربعة: ديفينيشن، كوز، ميكانيزم، والرابعة هو السميشن. زي ما في اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، ده في نوع اسمه انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. طالب قال لي افهمت من كلامك انهيبيتوري يعني النيرف البري سينابتيك الاولاني هيطلع ماده تعمل انهيبيشن. قلت له اه. قال لي مش انهيبيشن دي تبقى معناها هايبر بولاريزيشن؟ قلت له ايوه، هو ده الهايبر بولاريزيشن بتاعي. استنى يا دكتور، انت لسه قايل في المقدمه ان هايبر بولاريزيشن معناها ايه؟ بوزيتيف تشارجز بره زياده. قلت له او نيجاتيف تشارجز جوه زياده. ما هو ده اللي احنا لسه قايلينه في المقدمه، يعني فتحنا بوتاسيوم شانلز وفتحنا كلورايد شانلز. تخيلوا بالدردشه وانت فاهم. ده انت كده قلت ايه؟ قلت عنوانين من غير ما تحس. قلت ديفينيشن ده هايبر بولاريزيشن، وقلت كوز من كلامنا قلته. طيب التالتة بقى مهمة جدا، تايمينج. التايم امتى؟ التايم سهل قوي، البداية بعد 1 ملي سكند، ونوصل للبيك او قمة الهايبر بولاريزيشن بعد 2 ملي سكند، ونوصل للاند او النهايه في الانهيبيشن ننفذ المهمه بعد 3 ملي سكند. فطالب قال لي دي جميله قوي، ده حفظها سهل يا دكتور، هو الكلام ده احنا مطالبين بالارقام دي؟ قلت له ايوه. قال لي ده حفظها سهل، 1 2 3. قلت له كمان الاكسايتاتوري سهله في حفظها. قال لي ازاي؟ قلت له بدأنا بعد نص، وصلنا للبيك بعد 1 and half 1.5، اجمعهم يبقوا 2 اللي هو الاند. الكلام حتى ماشي بالمصادفة، ان الناس اللي عايزة تحفظها وتفتكرها لازم برضو تكون عندها قوة ملاحظة. وبرضو في summation كده، انا قلت ان البوست سينابتيك يتعرض لإكسايتيشن او انهيبيشن، وادينا مثال لليورينري بلادر. فطالب قال لي انا عايز اسالك سؤال، هو دلوقتي البوست سينابتيك ممبرين يا دكتور اللي انت لسه بتقول عليه، مش انت قلت في الهيستولوجي ان انا عندي 100,000 نوب يبقوا متصلين ببوست سينابتيك نيورون؟ قلت له ايوه انا لسه قايل كده. قال لي يعني انا فهمت من كلامك ان النيرف الواحد بيستقبل الاف مؤلفة من نيورونز، اكيد مدام من نيورونز كتيرة، انت لسه بتقول ان النيورون الواحد او العصب الواحد يطلع نوع واحد من الكيميكال ترانسميتر، طالما الاف يبقى في شوية يطلعوا اكسايتيشن وشوية يطلعوا انهيبيشن. قلت له ايوه. قال لي يعني البوست سينابتيك نيورون لو انا مكانه ابقى ستيميوليتد ولا انهيبيتد؟ ما انا واصل لي كده الاثنين. خلي بالك انا مش عايز الناس تفهم كلامي غلط، هو النيرف الواحد
يطلع نوع واحد من الترانسميتر معاكم، لكن بما ايه عندك الاف النيورونز شويه يطلعوا اكسيتاتوري، اللي هو حسب كل واحد لوحده هيطلع اكسيتاتوري، وحبه بيطلعوا انهيبيتوري. طب انا اسمع كلام مين؟ قلت له هتسمع كلام الاغلبيه، زي ما بنقول احنا شعب ديمقراطي. نفس الكلام، النيورون هيشوف يا ترى اللي واصل لي اكسيتاتوري ترانسميتر كتير ولا انهيبيتوري كتير. عشان كده قالوا بقى ايه؟ قالوا اسم النوع الثالث من البوست ساينابتيك بوتنشال اسمه جراند بوست ساينابتيك بوتنشال. جراند يعني كبير، يعني واصل له الاف من الترانسميترز، واصل له كتير جدا. يبقى اذا نكتب بقى ان الجراند دي ديبند اون ايه؟ ديبند اون ذا نت افكت، المحصله النهائيه. لو كان الاكسيتاتوري مور ذان انهيبيتوري، اكتبوا الاحتمالات. انا عندي اربع احتمالات، يا الاكسيتاتوري اكتر يبقى يحصل ايه عليا؟ اكسيتاتوري بوست ساينابتيك بوتنشال، اللي هي دايما اختصارها في الكتاب يقول لك ايه؟ اي بي اس بي. طب لو انا الانهيبيتوري عندي اكتر، يعني النبز دي بتطلع انهيبيتوري ترانسميتر اكتر، يبقى انا ايه؟ انهيبيتوري بوست ساينابتيك بوتنشال. طيب لو انا الاثنين قد بعض، الاكسيتاتوري يساوي الانهيبيتوري، يعني انا عندي مثلا 100,000 نيرف، 50,000 منهم اكسيتاتوري والباقي انهيبيتوري، يبقى نو تشينج. تمام. او واحد قال لي طب انا اقول لك على حاجه، ده في احتمال بقى رابع. احتمال رابع، does not reach yet to firing level. لا ده انا لسه في البدايه قوي. اكسيتاتوري ايه ده؟ انا كمان اقل من اللوكال دي بولاريزيشن. فواحد قال لي من كذا سنه، كلامك يا دكتور ماشي منطقي، ايه الاكزامبل عليه؟ قلت له انا لسه قايلها، يورينري بلادر. فاكر التمبورال سميشن والسبيشال سميشن؟ طب ما ده اكسيتاتوري. هتقول لي اه. طب امال الانهيبيتوري بقى يعني ايه؟ طب ما انت ما قلتليش ايه الانهيبيشن. هقول لك، لو انت قاعد في محاضره او في ندوه في اي مكان، وطبعا مش عايز تعمل ميكتوريشن، تقدر تتحكم في كده فولانتري بارادتك. ازاي؟ الكورتكس او البرين يبعت اشارات عن طريق نيرفات اعصاب. على فكره البرين ده نازل منه مجموعه نيورونز اعصاب كتيره، يقول لها انا عايزك تطلعي انهيبيتوري ترانسميتر من نهاياتك. طب والانهيبيتوري ترانسميتر ده يعمل ايه؟ يروح للسيكرال سيجمنت. ما ده يا جماعه مركز التحكم في الميكتوريشن، هو خط الوسط من الاخر، يروح له ويقول له انا هعمل لك انهيبيشن. يعني ايه كلمه بقى انهيبيشن؟ هايبر بولاريزيشن. برافو. انا هفتح عليك بوتاسيوم تشانلز او كلورايد تشانلز علشان ما توصلش للفايرنج ليفل، فسميناها انهيبيتوري، هعمل عليك انهيبيشن. طالب قال لي طيب هو ده اللي نازل ده، كل ده بري ساينابتيك اللي نازل من البرين على السنتر، طب واللي خارج؟ طب ما هو البلفيك نيرف ده البوست اللي بعد السيناب، عملت له انهيبيشن، يبقى انهيبيتوري بوست ساينابتيك بوتنشال. القصه سهله، طالما عملت انهيبيشن للمركز يبقى النيرف اللي خارج منه الايفرنت مش هيقدر يشتغل. يبقى انت دلوقتي عندك جميع الاحتمالات. ارجع واقول تاني يا جماعه، كل كلامنا النهارده مثال حي ليه هو حياتنا. كلنا بنعمل ميكتوريشن، بنعرف امتى نتحكم فيه وامتى لازم نعمله. لو الظروف مناسبه هنعمل ميكتوريشن، غير مناسبه هنعمل انهيبيشن للميكتوريشن. فكلام النهارده بقول ان هو مش طلاسم او كلام انت مش حاسه، لا ده كلام ملموس، وعايزك وانت بتذاكره
تكون حبه اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال موجود، انهيبيتوري موجود، الجراند بوست سينابتيك عندي اكزامبل عليه. في اكزامبلز كتيره قوي، بس احنا دايما في اول السنه بنختار الحاجات البسيطه. واحد سالني سؤال بقى مهم قوي، قال لي يا دكتور انت دلوقتي قلت ان في بوست سينابتيك بوتنشال اكسايتاتوري وانهيبيتوري والمحصله العامه جراند، ما جبتش سيره البري سينابتيك ليه؟ قلت له البري سينابتيك برضه فيها نفس الفكر، فيها ستيميوليشن او هنسميها اسم تاني هتعرفوه دلوقتي، وفيها برضه انهيبيشن، يعني فيها كل حاجه البري سينابتيك. فتعالوا بقى نتخيل ايه اللي احنا عايزين نعمله. بص، لو انا قلت بري سينابتيك انهيبيشن، طالب قال لي بري سينابتيك انهيبيشن، احنا مش متعودين على كده، احنا متعودين دايما ان بري سينابتيك هو النيرف الاولاني يطلع ماده انهيبيتوري في نهايته، والماده دي جلايسين او جابا تشتغل على البوست بالطريقه اللي انت قلتها. طب يعني ايه اوقف البري؟ فطالب من كذا سنه فكر تفكير، قال لي يا دكتور اوقف البري يعني البوست بعيدها تاني يطلع ماده تعمل انهيبيشن للي فوق؟ قلت له مش ممكن، لان دايما الامبلس بتمشي في اتجاه واحد فقط، من البري للبوست، ما ينفعش. وهنعرف الكلام ده المره الجايه ليه، هي وان دايركشن. قال لي طب ازاي؟ قلت له عشان كده ربنا عمل نيرف تالت. جت منين تالت دي؟ اصل البري سينابتيك تعالوا نكتب عليها فيرست نيورون هو النيرف الاول، والبوست سينابتيك هو النيرف الثاني. طب الثيرد نيورون بقى هو عارف يعني ايه؟ كانه نيرف داخل ما بينهم. وهنا هقول كلمه جديده النهارده، النيرف اللي داخل ما بينهم هنسميه اسم جميل قوي، هنقول عليه ايه؟ انتر نيورون. الانتر نيورون ده قال انا هطلع انهيبيتوري ترانسميتر، خلاص وصلت. طالما طلع انهيبيتوري، عارفين يعني ايه؟ الانهيبيشن حصل على ايه؟ على البري، كاني عملت له هايبر بولاريزيشن، ما هي الفكره واحده، فتحت بوتاسيوم وكلورايد وقفلت الصوديوم، وبالتالي البري مش هيشتغل، مش هيطلع اكسايتاتوري ترانسميتر علشان يشغل البوست. شفتوا اللفه ازاي؟ انا وقفت البري فالبوست ما يشتغلش، يعني البوست ما بيشتغلش هنا ان دايركت بالتبعيه. لكن القصه بقى مش قصه ايه؟ ان البري وقف البوست مباشره، لا. ونفس الفكر انهيبيتوري ترانسميتر جلايسين اور جابا، انا كل شويه عمال بعيدها وانا قصدها ليه؟ علشان تحس من كلامي يا دكتور انت بتقول النهارده كلام متكرر. هي الفكره واحده، فكره انهيبيشن يعني ايه وعلى انهي ليفل، على البري سينابتيك يبقى بري سينابتيك انهيبيشن، على البوست يبقى بوست سينابتيك انهيبيشن. طالب قال لي طيب اديني اكزامبل للبري سينابتيك انهيبيشن، عارف يعني ايه؟ يعني وقفنا النيرف الاولاني قبل ما يشغل الثاني. قلت له هنقولها في موضوع مهم جدا في السنسوري اسمه بين كنترول. قال لي يعني ايه بين كنترول؟ قلت له اعرفها كده دلوقتي لغايه ما شوقك بعد كده. ما هو السنسوري عندنا عامل زي حلقات المسلسل، تشوف دايما مسلسل ويقول لك الحلقه القادمه علشان يخلي الناس تستناه، ودي مهمه جدا. مش هنقول كل حاجه فمرة واحدة لأن الكلام كتير قوي، فلازم يبقى الناس فاهمة الموضوع واحدة واحدة. طيب في حاجة تانية اسمها بري سينابتيك فاسيليتيشن. كلمة فاسيليتيشن عارفين المقصود بيها ايه؟
مقصود بيها depolarization بس ايه localized. النهاردة الطالب الشاطر يقول لي انت قلت كام مسمى كده بنفس المعنى. facilitation تساوي depolarization يساوي excitation. عشان كده احنا في الفيسيولوجي بنحب دايما نلعب بالكلام، ولازم تبقى انت واخد بالك من المقصود. تعالوا بقى نقول هنا بقى العكس، انا عايز اشغل البري، اشغله ازاي؟ بثيرد نيورون، انا لسه قايلها نيرف تالت انتر نيورون. بس النيرف التالت ده لازم ايه؟ لازم يطلع ايه؟ قال لي ما هو يا دكتور يطلع اكسايتاتوري ترانسميتر، ما هو العنوان بيقول كده ستيميوليشن، حاجه تشغلني. طب ده يحصل ازاي؟ هقول لك بمنتهى البساطه. لو انت دلوقتي اتعزمت عند اختك او اخوك او اي حد وعزمك على شوربه جميله، في ناس بتحب قوي تشرب الشوربه دي قبل الاكل، يعني افتتاحيه الاكل، عادات لبعض الناس، قالوا لك خلي بالك الشوربه سخنه، انت لا ده انا بحبها، جيت حطيت ايديك عليها على الباول او السلطانيه دي لقيتها سخنه جدا، ايديك اتلسعت، حصل ايه؟ لسع ده معناها حصل تيشو دامج، تيشو دامج، حصل التيشو ابتدت تتقطع، خرجت منها ماده اسمها سيريتونين، سمعتوا عنها في سنه اولى وهتسمعوا عنها كمان في سنه ثانيه، ماده جميله اسمها سيريتونين. فواحد قال لي طب والسيريتونين ده هيعمل ايه؟ بص بقى، السيروتونين ده يجي على الثيرد نيورون يعمل حاجة جميلة جدا، يزود جواه سكند ماسنجر، حاجة اسمها سايكليك اي ام بي، يزود جواه ايه؟ سكند ماسنجر. اول ما اقول سايكليك ام بي فاي طالب سمعني يقول لي ايه؟ خلاص الدكتور دلوقتي كانه بيشرح بايو كيمستري. يا جماعه ايه سكند ماسنجر من سنه اولى؟ بيعمل فوسفو رايليشن اوف بروتينز، ينقل فوسفيت جروب للبروتينز اللي جوه النيرف. تعالوا نقف سنه بسيطه، قالوا في البايو سام بروتينز وين فوسفو رايليتد become activated، وبروتينز تانية لما تبقى فوسفو ريليتد تبقى inactivated. انت قصدك هنا بقى بالبروتين ده هيشتغل ولا لا؟ قلت له مش هيشتغل. قال لي طب استنى يا دكتور ما تاخدناش بسرعة، هو انهي بروتين اللي انت بتتكلم عليه في البري سينابتيك؟ قلت له البروتين هو البوتاسيوم شانلز، نقلنا له فوسفيت جروب. بوابات البوتاسيوم موجوده على سطح البري سينابتيك، لما انقل لها فوسفيت جروب مش هشغلها، هقفلها. فواحد قال لي وايه يعني انها اتقفلت؟ ما فهمتش. قلت له يعني البوتاسيوم اللي جوه البري سينابتيك مش هيطلع لبره، يعني البوتاسيوم هيحتفظ بتركيزه العالي جوه النيرف، يبقى البوزيتيف جوه وما طلعش بره، يعني تركيزه بره قليل، يعني نيجاتيف، يعني هو زايد جوه بالنسبه للاوتر سيرف. ايه ده؟ نيجاتيف بره بوزيتيف جوه. ده كانك يا دكتور بتقول لي دي بولاريزيشن. قلت لك اه، والدي بولاريزيشن ده هينتشر على سطح البري سينابتيك فيفتح عليه كالسيوم شانلز فيدخل من خلاله الكالسيوم. الكالسيوم يا جماعه دخل جوه البري سينابتيك. طب ولما يدخل يعمل ايه؟ يمسك في الفيسيكل اللي جواها الاكسايتاتوري ترانسميتر، فيخرج منها الترانسميتر ده يعمل لها رابشر، والترانسميتر ده يشغل
البوست. فهمتوا الفكرة؟ الفكرة بمنتهى البساطة، أنا عايز أشغل البري، أطلع منها اكسيتاتوري ترانسميتر، فربنا خلاك تتلسع فتطلع مادة، المادة دي تعمل تغيرات جوه البري فتقفل البوتاسيوم شانس فتعمل دي بولاريزيشن، خلاص فاشتغل البري. فهمتوا الفكرة؟ واحد قال لي طب أنا برضو عايز أسألك حاجة، أنت قلت إن البري سينابتيك انهيبيشن مهمة في التحكم في البين، هنعرفها بعدين. طب البري سينابتيك فاسيليتيشن مهمة في إيه؟ إيه المهم إن البري يشتغل فيشغل البوست؟ يا دكتور الكلام ده جوه البرين، أنا فاهم، يعني إيه المهم إن البرين يشتغل من اللسعة دي؟ قلت له أنت رديت على نفسك، علشان كده لما تيجي تتعزم مرة تانية وتلاقي قدامك الباول سلطانية الشوربة دي، ما تقربش منها وتقول لهم لا هستنى شوية لغاية ما تبرد. الموضوع قلب معاك بإيه؟ بحساسية. حساسية يعني إيه؟ sensitization، كلمة جميلة قوي هتتقال بعدين. sensitization عارفين معناها إيه؟ الناس اللي دارسة إنجليش كويس يقولك sensitive to something، أنا بقيت حساس لدي، يعني الموضوع رسخ في ذهنك، بقى memory، بقى ذاكرة. وهو ده اللي احنا بنقوله، بيقول لك الانسان ما بيتعلمش بالساهل. حتى دايما اهالينا يقول لك جمله بتتقال بالبلدي، خليه يتلسع ويتعلم. دايما لما تقول لطفل صغير ابعد عن الكبريت، النار هتلسعك، ما يقتنعش، النار هتلسعك، اتلسع خلاص، عرف انه ما يقربش. الموضوع بقى السنسيتايزيشن، رسخ جوه البرين. فواحد قال لي طب وازاي رسخ؟ انا اتلسعت وبعد كده روحت ومشيت. لا، ما هو الموضوع ده stored in the brain. يا جماعه النيورونز اللي احنا بنتكلم عليها دي، احنا بنقول كلام عام قوي، بس النيورونز دي موجوده في مكان معين في البرين متخصص في الميموري، ومش هنقول اسمه النهارده للتشويق برضه للحلقات القادمه، علشان تبقى انت فاهم ايه اهميه الكلام ده وايه علاقته فيما بعد. طيب في نوع ثالث من الانهيبيشن برضه، حاجه اسمها نيجاتيف فيد باك انهيبيشن. ايه بقى فكره النيجاتيف فيد باك انهيبيشن دي؟ نيجاتيف فيد باك او ليها اسم تاني هنأجله دلوقتي. فرضنا اني افرنت حسيت بحاجة معينة اتنقلت عن طريق نيرف اسمه افرنت، خد نفس انا اقول دخل جوه السباينال كورد. الافرنت ده عايز يشغل مصل معينة. فواحد قال لي يعني ايه يشغل مصل معينة؟ انت اتلسعت مثلا، فعملت ايه؟ سحبت ايدك، عملت فليكشن. هل هتفضل عامل فليكشن طول الوقت؟ تقول لي لا، انا لازم بعد كده يا دكتور هفرد ايديا، هعمل اكستنشن. فربنا عمل فكره عبقريه، قال لك النيرف الواحد بيطلع نوع واحد من الترانسميتر، ما يقدرش يغير ذمته، يا ستيمولاتوري يا اما انهيبيتوري، هو كده كده انستيمولاتوري. بس لو فضل يشغل الانتيريور هورن سله، فاكرينها في اولى اوتونوميك، انتيريور هورن سيل، هيخليها تشغل النيرف اللي رايح للفلكسورز بتاعتي، يقول لها خلاص اعملي فلكشن، اسحب ايدك، يقول لها لا، في الحاله دي انا عايز اغير الاكشن بتاعي. ازاي؟ نفس الافرنت يشغل نيرف في النص ما بينهم، دي ميزه النيرف اللي اسمه انتر نيورون، يقول له انا هشغلك علشان انت تطلع انهيبيتوري ترانسميتر. عارف زي ما اقول لك ايه؟ انا هسند عليك، انا محتاج مساندتك، انت هتعمل اكشن غيري، انت بتطلع انهيبيتوري ترانسميتر، طلع الانهيبيشن ده، امنع الفلكسورز انها تشتغل، خلي البني ادم ده يفرد ايديه، خليه يعمل ايه؟
يعمل اكستنشن. يعني اذا انا عملت ايه؟ او دي الفكره بتاعت الانتر نيور، انا منعت الافرنت يشتغل او ارجع لنفس الافرنت واعمل له انهبيشن. يعني دلوقتي الانتر نيورون اللي في النص قدامه سكه من سكتين، يا اما يعمل انهبيشن في الافرنت يوقف الحركه، او يرجع للمصدر للافرنت للنيرف الاساسي علشان يوقف الاحساس. طالب قال لي طب همشي بانهي كلام من كلام حضرتك؟ قلت له النهارده احنا بنقول سنسوري، يبقى بالتالي الانتر نيورون ده يعمل ايه؟ يعمل انهيبيشن للافرنت، يرجع بالعكس. اسمها ايه؟ نيجاتيف فيد باك. ولو طالب مركز قوي، ايه ده يا دكتور دي برضه سنه اولى، نيجاتيف فيدباك ما خدناها زمان، انا اشغلك وانت توقفني، علاقه عكسيه سموها نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. ما احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ انواع الانهيبيشن في السي ان اس، الانواع كلها سواء بوست او بري. اتكلمنا على البوست واتكلمنا على البري، وده اللي انا عايز اجي اقوله دايما. حتى اتسمت على اسم الراجل اللي اكتشفها، راجل فرنساوي اسمه رينشو. فرينشو ده قال لك انا اسمي رينشو انهيبيشن، بري سينابتيك انهيبيشن، هو الرينشو، راجل سماها على اسمه. يعني اقول لك في الامتحان تعرف الرينشو انهيبيشن؟ هتقول لي طب انا عايز اسالك سؤال، هو ليه ربنا عمل كده؟ ليه ربنا عايز يشغل يا دكتور مصل مثلا، يشغل الاكستنسور دلوقتي ويوقف الفليكتورز؟ ليه اشغل عضله واوقف الثانيه؟ عشان تبقى الحركه محدده. عشان كده في الكتاب يقول لك ايه؟ شاربنس اوف موتور اكشن، الحركه بتاعتك محدده. الفكره مش ان ربنا يخليك تسحب ايدك وبس، لا، اسحب ايدي فاعمل فليكشن ووقف الانتاجونيستيك ماسل. هتقول ايه الكلام الكبير قوي ده؟ يعني ايه انتاجونيستيك؟ العضله العكسيه، انا هشغل واحده ووقف الماسل اللي بتعمل عكس شغلي. ما هو ما ينفعش اتنين عكس بعض يشتغلوا مع بعض يعملوا كانسلينج ايتش اذر. خلي بالك من الكلام ده، كلام في منتهى الأهمية، عشان كده لازم الحركة تبقى محددة. واحد قال لي طب سيبك يا دكتور من إن أنا اتلسعت أصلا، هقول لك على مثل جميل قوي. لو بتتابع اللي بيلعب بيانو هتلاقي بيعمل إيه؟ بيتني صباعه فيعمل فلكشن في الصباع ده، مش هيفضل تاني صباعه طول الوقت، لا، مرة يتني ومرة يفرد حسب النغمة اللي عايز يطلعها. ربنا يعمل ايه وقتها؟ عايز تعمل فلكشن مثلا للاندكس، اخليك تعمل انهيبيشن للاكستنسورز بتاعتك في نفس الفينجر بالرينشوسل. قصه جميله وابداعيه، ربنا مش عامل اي مجال لصدفه واحده، لا، ده الحركه شارب في منتهى الوضوح، كلير اكشن. مفيش حاجه اسمها ان يحصل لبس وتو ماسلز عكس بعض يشتغلوا مع بعض، يبقى لازم الرينشو يشتغل، يبقى لازم نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، اوقف الافرنت اللي رايح ليه الانتيرو هورن سيل اللي يشغل مثلا الفليكس، اوقفه من البدايه، اقول له مش هتشغل في النهايه الماسل دي، لا، انا عايز ماسل ثانيه تشتغل. في الاخر، اخر كلامنا النهارده، عايز اسال سؤال ختاما يا دكتور لكل اللي اتقال، اكسايتيشن وانهيبيشن، يا ترى مين اهم؟ الانهيبيشن هو الاهم. يا جماعه في نقطه مهمه انا عايز اجي اقول لك عليها، 99% من السيجنال او الاشارات اللي واصله البرين بيتجاهلها تماما. هتقولي مش فاهم يعني ايه يا دكتور 99%؟
من الإشارات بيتجاهلها. هقولك بمنتهى البساطة، لو أنت وأنت بتسمع الدكتور في محاضرة باصص على نفسك طول الوقت، يا ترى أنت حاسس بإن في أرض تحت رجلك ولا لأ؟ رجلك متنية مفرودة، قاعد إزاي؟ لو أنت طول الوقت مركز في ده هتقدر تتابع مع الدكتور؟ تقول لي مستحيل طبعا، ده انا كده هتجنن، اتابع معاه ازاي؟ اهو السي ان اس بيعمل ايه؟ بيعمل انهيبيشن للسيجنالز اللي مش مهمه. ايوه انا ببعت طول الوقت، انا معاك سيجنال البرين انا قاعد ازاي، لكن البرين ما بيخليكش تركز فيها. البوست سينابتيك نيورونز دي مش ستيميوليتد، ما بتديكش الاحساس بوضعك ايه طول الوقت وانت بتسمعني وتبص على نفسك، ما بيحصلش. علشان كده الانهيبيشن هو الاهم. لان الطلبه قبل ما تسمع فيسيولوجي طالب يقول لك لا ده لازم اشغل طول الوقت اكسايتيشن هو الحلو، لازم ما في ستيميوليشن، هقول له لا انت كده يبقى ما فهمتش الموضوع. ده معظم السيجنالز اساسها انهيبيتوري. المره الجايه تكمله الموضوع بروبرتيز اوف سينابتيك ترانسميشن، بعد ما شرحنا فانكشنال اناتومي وهيستولوجي وانواع السينابس والكيميكال ترانسميشن واكسايتيشن وانهيبيشن، كل العناوين الكتيره اللي اتقالت النهارده، يا ترى خصائص السينابس ايه؟ ده هيتعرف بعد كده بتفاصيل مهمه. ويا ترى يا دكتور لو انا اتلسعت، احنا قلنا النهارده مثل واحد استفدت بيه كذاكره في ايه؟ طب هل السينابس يساعدني على الذاكرة بطرق مختلفة؟ أيوة، هم أربع طرق ودول هتعرفوهم في الموضوع القادم.